اما هلا مشاهدينا رح نروح لاولى محطاتنا. يمكن خلال شهر رمضان المبارك حكينا كثير عن النظام الغذائي اللي بيترافق مع ساعات الصيام الطويله، لكن بعد الانتقال من شهر رمضان للعيد ممكن يكون في قفزه فجاه، ممكن نغير عاداتنا بيوم واحد، هذا الشيء كيف ممكن نتخطى السيء منه وكيف ممكن نستفيد من العوده الى الحياه، كيف بنحافظ على نظام جسمنا بشكل طبيعي لحتى ما يصير معنا مشاكل؟ طبعا كل هاي النصائح والاسئله اللي بتدور ببالنا بتجاوبنا عليها ضيفتنا دكتوره لما بنوره اختصاصيه تغذيه. يسعد صباحك دكتوره واهلا وسهلا فيك. صباحك سلمى وصباحك نور وينعاد على الجميع يا ربي كل الخير. كل عام وانت بالف خير. دكتوره خلينا نحكي بالبدايه، يعني بعد 30 يوم صيام لساعات طويله يمكن كل الناس اول شيء بتعمله بستفيد كل شيء محرومه منه بتبلش من الساعه 7 الصبح، اولا انا ما كانت النسكافيه، لانه خلينا نحكي عن اليه الانتقال خلال بعد شهر رمضان لنظام غذائي صحيح، لانه اساسا حتى المعده متعوده تفضل 16 ساعه او 15 ساعه بلا اكل وبيكون وقتها الاذان والفطور، فجاه هيك من الصبح تبلشي مع بعتقد كمان بيعمل مشاكل صحيه هضميه. كثير كثير مهم السؤال، لانه بس انا حابه بس بكلمتين ضوي على اهميه الصيام. لاحظوا مؤخرا كلنا عم نسمع شيء اسمه الانترميتنت فاستنج، يعني الصيام المتقطع. تماما. منين اجت هي الفكره ومنين عرفوا اهميتها؟ من رمضان. بكل بساطه قسموا ال 24 ساعه على ثلاث ثمانات، ثمانتين يعني 16 ساعه بيضل الواحد فيها بلا اكل، بس بالصيام المتقطع بيقدر ياخذ سوائل بس سوائل غير سكريه، ومعه 8 ساعات اكل مثل رمضان تماما ما عدا قصه السوائل بال 16 ساعه. لقوا قديش مفيده لصحه الانسان مشان يطرد كل هالسموم ويرجع يجدد خلايا ويرجع يستقبل 11 شهر تخبيصات، يعني فينا نقول. هلا كيف الآلية الصحيحة لواحد يرجع للنظام اليومي الطبيعي؟ بكل بساطة خلينا نفكر نحن بوجبة الإفطار ووجبة السحور، هن الوجبتين الأساسيتين خلال فترة 8 ساعات اللي نحن مسموح ناكل فيها. إذا بدي أقربها وجبة السحور هي الأقرب لوجبة الفطور الصباحي. أنا من الأشخاص كأخصائية تغذية بحب أعتمد المثل القديم اللي بيقول افطار كأمير اتغدى كوزير وتعشى كفقير، بس ما فيني دغري افطر كأمير، يعني آخذ وجبة فطور صباحية كبيرة. كيف كنت عم باخذ بالسحور وحكينا إنه ضروري تكون خفيفة وما فيها مواد غذائية تعطش، بدي بلش فيها بالخفيف، بس كيف بدي أقرب الساعات؟ يعني اتفشى شوي معلش افطر الصباحي بكير شوي إلى أن جسمي يرجع يتعود. تمام، سائب ترجع على وقتها. نفس الشيء وجبة الإفطار بالصيام برمضان هي الأقرب، أو فيني أقولها هي وجبة الرئيسية اللي مثل نحن بأيامنا العادية وجبة الغداء هي بتكون الرئيسية. بقربها شوي، يعني بأخر وجبة الغداء ساعة ساعتين إلى أن رجعها للوقت النظامي تبعها. يعني اللي بدي أقوله أنه الانتقال تدريجي بحيث انه ما ضايق جهازي الهضمي، مو دغري فاجئه انه لا بدك ترجع على فطور غدا عشاء تماما، غير الاشياء اللي بتكون طيبه كثير نحن ناطرينها على العيد. هي اول نقطه. النقطه الثانيه حكينا انه الفطور الصباحي بنبلش خفيف، بعدين لا انا من مشجعي يكون هي يعني اخذ ثلث حاجه جسمي الصبح تكون وجبه ملوكيه تمام، لانه هي اللي بتعطي ان شاء الله لو ما اكل كل النهار بس هي اللي عم تعطيني طاقه لباقي النهار. هي شغلة. الشغلة الثانية نحن بتكتر المقالي وبتكتر، يعني ما في شغلة ما حدا بطاطا مقلية طيبة. طيب أنا من عشاق البطاطا المقلية، بس عرفت قديش ضرر المقالي وقديش بيكسب الواحد وزن، وصلت لطريقة نفس البطاطا بقطعها، أو فيني أسلقها شوي نص سلقة وفيني ما أسلقها، بقطعها بحطها بصينية شوية زيت بهاراتها شوية شوي تماما، كمون كتير بيلبق لها، الأعشاب كتير بتلبق لها، حطيها بالفرن بتطلع مقرمشة بتاخد العقل. ما بكون أنا غطستها بالزيت، شوية زيت يعني بكون شهيت هي البطاطا الطيبة، وصدقوني جربوها بتطلع كتير طيبة. كمان بنحكي عن حلويات رمضان، اللي حلويات العيد اللي هي ما لذ وطاب. انا ما راح احرم حالي لا من الكنافه لا من القطايف لا من المدلوقه، عم اقول لكم الشيء اللي بتحبها لا من المعمول. تمام، ست البيت كثير بتكون هي شاغله وتعبانه، واكيد عائلتها كبيره باغلبيه عيالنا نحن السوري عيال كبيره بتكون، ضروري تحطي يا ست بيت ضروري تحطي انت للضيافه
بمحل بعيد، يعني مو مطرح ما تناول اليد في كل لحظة أبدا مو بمتناول اليد، لأنه حتى لو نحن بنكون أكلين وشبعانين مجرد ما نشوف شيء قدامنا باللا شعور بدها تنمد إيدنا فيهم، هذا شغلك وتعبك ومصرياتك بعديهم شوي. يعني مو إذا أنا فايتي على المطبخ على طريقي وأنا طالعة من غرفة السهرة على طريقي وأنا طالعة من غرفة النوم، لا بعديهم أو خفيهم ضروري. الشغلة الثالثة كمان إذا هي فترة العيد إنه فترة قعدة وراحة وكذا، لا، أو مشوار بالسيارة، بلا المشوار بالسيارة لا، خلينا نطلع مشوار نحن ورفقاتنا أو العيلة، مشي نتمشى بشوارع الشام اللي بتاخد العقل. أنا آسفة بحكي عن شوارع الشام كونه نحن بالشام، بس أكيد كل المحافظات إلى شوارع اللي بتاخد العقل، بس كونه بالشام يعني مشوار بالميدان، مشوار بالإمارية، مشوار بباب تومك، شغلة كتير حلوة. في رح يكون في مغريات كتير. هلا قديما اذا كنا حابين نطلع نحن ورفقاتنا نشرب عصير كان العصير طبيعي، خلينا على العصير الطبيعي، وكانت الكاسة اللي قدموا فيها العصير كاسة نظامية 250 ميلي. هلا ما بعرف ليه في أبريق بتيجي تماما، ما بعرف ليه نحن عم نتبنى عادات غربية وهي خاطئة ونحن بنحكي عنها انه خاطئة. بصير بياع الكوكتيل بده يقدم لي كاسة كوكتيل ملانة بيتفنن فيها تماما، كريمة وعسل ومكسرات وشوكولا وبار من هون وشغلة من هون، تطلعي فيها منظرة بياخذ العقل، بس مستحيل بني ادم طبيعي يكافيها، يخلصها اما بدنا فاتورة اما بدنا نتقاسمها اثنين او ثلاثة، يا اما نطلبها بكاسات نظامية طبيعية اللي بني ادم بياخذها كاسة بحجم كاسة المي اللي هي 250 ملي. الحلو مثلا اذا انا بدي اكل قطايف او كنافة او مدلوقة، ليه بدي اكلها كلها؟ انا ضروري اكل شيء اللي بحبه واستمتع، لانه الاكل متعة، وما بدنا نكذب على بعض ونقول انه والله انا بدي اتبع نظام غذائي وخصوصا فترة العيد، لا. وانا اول واحدة المشكلة بيقول لك لا والله ما انك قايمة لتكمليها، هي الضيافة هي مشكلتنا بدك تاكلي ما في يعني اكل على قد المحبة تماما، هي مشكلتنا الاكل على قد المحبة. ستي الله يرحمها كانت تقول عيار الشبعان 40 لقمة، خليني هلا هي بدي اعقب فانا اخذها مثلا طلع انا ورفيقتي نتمشى، اول شيء عم بعمل رياضه بدون ما احس، عم بمشي يعني عم بحرق الاكل اللي اكلته، اكلت شيء على الطريق، استحليت شيء على الطريق، طيب بدي استحلي اكثر من شغله على الطريق، ليه بدي اعبي معدتي من نوع واحد؟ طيب خليني اخذ بذكاء، يعني نحن كلنا عنا سمارت فون، عنا الهاتف الذكي، عنا التلفزيون الذكي، عنا البراد الذكي، وخليني اكل بذكاء ما ضر حالي وبكون ما حرمت حالي شيء وندم اخر النهار. هي الحاله تماما مشان ما نوصل لهي الحاله انه نندم اخر النهار انه شو عملت بحالي، ولا بدي بلش مشاكل بجهاز الهضمي وزياده وزن والى اخره، لا اتقاسمها انا ورفقاتي انا واهلي، بكون انا حققت كل الاهداف. مثلا بننعزم نحن على عشاء، انعزمنا على عشاء في قطايب كتير اما على مطعم او على بيت اصحابنا او القرايبين والى اخره، كنت عم اقول لكم عيار الشبعان 40 لقمه. طيب خلال الصيام رحت انا وعائلتي رحنا على مطعم ما كان في اوبن بوفيه في ما لذ وطاب، طب انا اذا بس بدي اكل لقمه 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 في فوق ال 40 50 60 نوع، شو بكون عملت بجهازي الهضمي؟ لبكته، وهو فعلا هيك صار ورجعت على البيت كثير مزعوجه. بس سبحان الله نحن نفسيتنا لا بدي اجرب، بركي هي اطيب، بركي هي اطيب، ما بدي تروح علي هي، عرفنا، بس خليني اكل بذكاء، يعني اشبع اكل من كل شيء بدون ما ضايق حالي. اذا معزومين على العشاء مو معناتها انا بدي احرم حالي كل النهار يلا هلا بدي اكل ما لذ وطاب، لا، افطر واتغدى واخذ السناك اللي هو الفواكه او كاسه اللبن او كاسه الحليب الى اخره، او قطعه الحلو اللي بدي مرقها بذكاء قطعه صغيره، ويا ريت ينعملوا المعمولات بايت سايز، يعني لقمه لقمه المعمولات بنعمل كل القياسات وكل التشكيل الحشوه فستو جو بدي ذوقك حشوه ما دقتي مثلها كل شيء فيه تمام رح اكلها بس بوقتها، يعني لسه العيد ثلاث اربع ايام وبمد ما بعد، يعني نحن لا وانا منهم هيك بتفنن عرفتي ما فيكي وانا بتفنن ما بخبرك شو بعمل، بس انه ضروري واحد ياخذها بذكاء مشان ما اوصل لأنا العشاء
بدي اكل فوق اللي انا يعني بدي اكل زياده لانه مجوعه حالي كل النهار، لا صح. هيك بوصل ما باكل اكثر من طاقتي لانه ما فيني. وبعدين ما عليك، كلنا بنكون ناطرين نلبس الشيء الحلو على العيد، صح؟ طب ليه بدي ضايق حالي واقضي كل القعده ماني مرتاحه وماني مبسوطه؟ والنصيحه الاهم على طول بلش بصحن سلطه. السلطه غير انه هي منظرها بشهي والوانها بتشهي، فيها الياف ومي. شو بكون انا عملت؟ عبيت معدتي الياف ومي، صفى اللي بدي اكله ماني قادره اكل اكثر من اللي من جسمي تماما بيحملني. انا من الاشخاص، هلا المطبخ السوري رائع وفيه مزايات بتطير العقل، شيء السخن وشيء البارد وشيء المقبلات وشيء الطبق الرئيسي، واطباقنا الرئيسيه كثيره. بس مشان ما نوصل لمرحله نتضايق فيها، خليني اعتمد الطبق الذكي او ماي بليت بسموه، الصحن الذكي اللي هو اسمه نص وربع. يعني بيكون في عندي ربعين ونص، هذا النص عبيه خضره، خضره سوتيه بقليها بشويه زيت وملونه بتطلع منظرها بشهي، قطعه لحمه او ستيك دجاج او اي شيء وشويه يارز يا بطاطا اللي حسب اختياره للشخص. هلا في صوصات طيبه بنعمل اربعه، شو بدك تحطي بالرابع؟ يعني نفس الكمية. شو بدك تحطي بالربع الرابع؟ الربع الرابع شو عترتي؟ بس المهم أنا هون شو بكون كمان النص من صحني خضرة. هي أحسن طبعا الخضرة تماما، وهي أقل مادة غذائية فيها سعرات حرارية، فبكون أنا عيني شبعت لأنه هي لذة الأكل بالذات تشتغل كل الحواس عليها. صحيح، مزبوط. الذوق والنظر والشم والمتعه، متعه يعني هي متعه. تمام، هلا بدي اشرب شيء، اخترت شيء اشرب، بدي هضم، اختار الزنجبيل. ليش الزنجبيل بالتحديد؟ الزنجبيل لانه فيه عناصر بتساعد بتخفف من حموضه المعده اللي هي بتضايق، بتساعد على الهضم وبتحفز المراره، تفرز عصارة صفراوية اللي هي رح تساعد أكثر بهضم الدهون. يعني بالمختصر ما عنده مرارة هي الكبد رح أنا كل يوم بشرب هيك زنجبيل. الكبد رح يقوم بهي المهمة، هي أساسا الكبد اللي بيصنعها بيفرزها. صحيح تماما، وبيخزنها. هي المرارة عبارة عن مخزن يعني لا أكثر ولا أقل. وقت بتروح المرارة الكبد بلاقي آلية بيرجع هو بيفرزها للأمعاء الدقيقة. شو بكون عملت؟ ما أنسى المي، يعني بدل ما اخذ العصائر اللي فيها ملانه سكريات وبكاسات كبيره اللي هلا ما بعرف ليش عم نضيف فيها. المي 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 اساسي، نحن بالصيف وبحاجه للمي. لانه كل الهضم تبعنا بده وسط مائي، كل الاشياء التفاعلات الكيميائيه بده وسط بس مائي. بس هون كان بدي اسالك سؤال، دائما في اشكاليه بقصه المي، في ناس يعني بتحط المي مع الاكل، هذا الشيء صح؟ دائما يعني بنشوف في ناس بتحب تشرب مي وهي عم تاكل، قد ايه ممكن هذا الشيء يعمل عصر هضم؟ ما بتعمل عصر هضم. ايمت لازم الواحد يشرب المي؟ قبل الاكل، بعد الاكل، مع الاكل؟ هيك التفصيله الناس بتسال عليها، ومي بارده ولا مي فاتره؟ تمام. سلمى انا 9 سنين درست بامريكا تغذيه. بكل بهالبحر ال9 سنين ما وصلت لجواب لهذا السؤال، لانه دراسات بتقلك قبل الاكل بنص ساعه ممنوع اثناء الاكل، ودراسات بتقلك لا فيكي تشربي اثناء الاكل. لا بيقول تمدد بالمعده، صحيح؟ يعني انه لما انا خلال الاكل اشرب مي كثير تعطي حجم، تعود المعدة انه تكبر شوي لكميات الاكل بعدين. وفي ونفسهم، وفي دراسة تانية بتقلك انه بالعكس هي بتسهل عملية الهضم لانه بتعطي وسط مائي وشوي يعني بتخفف من حدة هالعصارة الصفراوية الاسيدية، مو العصارة الصفراوية، عصارة المعدة الاسيدية اللي هي نحن فعلا بحاجتها بالهضم، بتساعدها يعني بتعطي وسط مائي اكثر. فهن في دراستي، انت شو بترتاحي؟ اهم شيء الصبح حرري ما اشرب مي بارده، ما نقز معدتي بمي بارده، مثل ما نحن نايمين كل النهار وبدنا نفيق على مهلنا، ما فيك تفيقي قومي يلا، لا فجأة. يعني قومي بمنبه ناعم، او مثل ما كنا نقول على الفطور واحد يشرب مي ما انا كثير بارده. صح، حراره الغرفه. حراره الغرفه، هلا في اشخاص بحبوها فاتره جود فور ذم، منيحه، بس هي انا شخصيا بحب المي بارده من الكولر، بس مو اول كاسه ابدا ابدا، اول كاسه ضروري تكون حراره الغرفه. هيك بنكون نحن اخذنا كل شيء، حكينا عن كل شيء بذكاء، لا حرمت حالي. هلا اكيد الوجبات الرئيسيه بتخللها رز ولحمه. يعني نحن قلت حكيتها قبل بمره انه كل شيء مصمدينه مع انه ما قادرين نصمد، بنحطه بالعيد تمام وبرمضان بدنا ناكل لحمه.
كترتها للحمه مو ضروري ناكلها، يعني جسمنا نحن ما له بحاجه لهالقد كم هائل من اللحمه لكميه قليله. ليش؟ لانه ما بدنا وقت اللي بنهضم اللحمه وهي بتاخذ وقت طويل بالهضم رح يطلع ناتج منها اليوريا اللي هو حمض البول. مع الوقت بصير عندنا ارتفاع بحمض البول، يعني بيأثر كثير ومؤلم جدا مؤلم. طيب حكينا يمكن تفاصيل عن النظام الغذائي وقديش فعلا يمكن كثير من الاكلات اللي بتعمل كمان تخمه وسمنه، وهي كل يمكن رغبه الصبايا انه يكونوا محافظين على جسمهم ورشاقتهم خصوصا بالعيد. انا لما مثلا بنعرف الجسم بده من 2000 ل 500 سعره حراريه يوميا، بحس انه انا يعني طفيت عنه 1000 سعره حراريه، ومثل ما قلت اشتغلت بالنظام الغذائي فطور وتعشيت خفيف، انا كيف فيني احرقهم؟ يعني دائما هذا السؤال، غير الرياضه مو كل الناس، يعني في مثلا بيقول لك اشربي زنجبيل، طب الزنجبيل في عالم بتقول لك كلي معلقه خل مثلا لانه بتعمل استقلاب الدهون، كل حدا بيعطيكي، كيف فيني انا مثلا بطريقه معينه الى جانب الرياضه كفر عن ذنبي بهي السعره الحراريه واقدر فعلا احرقها لانه ما اقدر تتكتل دهون بجسمي؟ كمان مهم كتير السؤال نور، بس هو نحن عدد السعرات الحرارية كإناث بهذا العمر بهذا الوزن بدنا من 1200 ل 1600 800 حسب إذا نحن كمان بنلعب رياضة. بس 2000 طبيعي بيقولوا لك تقريبا، 2000 طبيعي للأنثى الرياضية وللرجل الغير رياضي، الرجل الرياضي بده كتير أكثر من هيك تمام. يعني مثلا وخصوصا الشباب بعمر لساتهم النمو بالمراهقة بيوصل ل 3000 و 4000 سعرة حرارية في حال هنين عم بيلعبوا رياضة، يعني بدهم يعملوا بناء عضلات وجسم. قصة الخل هيك ممنوعة منعا باتا، الخل من الأشياء اللي فعلا بتساعد على الحرق، ولكن فيني حتى بصحن السلطة، السلطة الخضار هي مي تمام، فهي عم تتمدد بالمي. في أشخاص كتير بيحبوا هالكاسة المي يحطوا لها ملعقة صغيرة خل، مو غلط لأنه عم تتمدد. الخل من الأشياء الممتازة وفعلا بتساعد على الحرق، بس يعني بليز بليز ما حدا ياخدها هيك لأنه بتكون عم تحرق المعدة حرق، يعني خل شيء مادة أسيدية بيهري. نحن وقت بدنا نحط على اللحمة بنحط خل فبنشوفها كيف بيضت، فكيف إذا نزلناها بقلب المعدة بشكل مباشر؟ المري هلأ المعدة ماشي الحال، المعدة هي فيها أسيد ولكن عم تمرق بالمري، إذا عم برقها بالمري اللي هو بيكون ألكالاين يعني قلوي، لا حرام عم كيف فينا نحرقهم إذا بدنا، كيف فينا نحرقهم؟ بدي مددها بدي مددها. لا بس غير الخل كيف فينا نحرقهم؟ يعني كيف شو القصص اللي ممكن ألعب عليها؟ المشي، انا ليه عم اقول انه هلا بتكتر المشاوير صح، ما في داعي روح بالسياره واتفتل بالسياره وكذا، اتفتل مشي استمتع بفرحه العيد، شوف وجوه الناس الفرحانه وزماني قدراني اطلع على الاقل اعمل شويه حركه بالبيت. حركة يعني هي حركه البيت ما كتير بيحسبوها ضمن الرياضه، مشي مشي يعني انا طالعه انا ورفقاتي طالعين المسويات على بروده نتمشى هيك لا بنعرق ولا بينتزع الميك اب ولا الشعر ولا اللبس ولا شيء، اطلع امشي اتمشى استمتع بشوارعنا بالعالم بالمحلات الفاتحة بالاشياء، يعني الكل فرحان والكل مزين والكل معين. اذا بالسيارة مرقت وعم بلتهي مع اللي معي بالسيارة ما بستمتع فيها، بس اذا كل يوم قررت نهار امشي مثلا بالمزة بالشيخ سعد، نهار امشي بالميدان، نهار امشي بباب توما، نهار حلو يعني حلو عم شوف الناس عم شوف الفرحة بوجوههم عم شوف الزينة عم شو عم بستمتع أنا ورفقاتي عم نحكي عم نشوف هذا المحل شو عامل، يعني شغلات حلوة عن جد. ويمكن كمان في سؤال كان بدي أسألك إياه، كتير من الناس بعد رمضان أول شيء بتعمله بتقول أنا بالعادة ما في إلا إذا شربت فنجان قهوة أو فنجان نسكافيه، فبتلاقي بتفيق الصبح بدها تعود بتشرب كمية أكبر من القهوة من النسكافيه، وفي ناس بتدخن معاها. هلأ القهوة بشكل عام في إلها فوائد، بس الكمية قديه بتلعب دور وقديه ممكن هذا الشيء يأثر على الجسم؟ سؤال كتير 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 مهم سلمى. القهوة نحن كعرب القاسم المشترك بين أفراحنا تماما وأتراحنا هو الطعام والقهوة، وين ما رحتي بدهم يضيفوكي قهوة. أنا بأنظمتي الغذائية اللي بعملها بحط الحد الأقصى 3 فناجين باليوم، الحد الأقصى وبدون فناجين هاي فناجين صغيرة مو هاي لأنه في ناس تشرب هذا الفنجان تبعها تماما. هلأ أنا من عشاق القهوة مو بس كقهوة كطعمة كريحة الأروما تبعيتها بتاخد العقل. القهوة فيها مضادات أكسدة وشيء بيحارب الجذور الحرة، يعني بيحارب الأمراض مسببات الأمراض وبتعطيكي نشاط
ولكن الافراط بتناول القهوه. عدي معي لنشوف. يلا. اول شيء بتاثر على الدوره الدمويه للاشخاص اللي عندهم ارتفاع بالضغط، والاغلبيه العظمى من الاشخاص عندهم ارتفاع بالضغط. وقت عم سرع بالدوره الدمويه بالتالي عم بتزيد دقات القلب، احتمال هذا الشيء يؤدي لخربطه بالخفقان، يعني حاله غير مستحبه. لهيك مرضى القلب ما كثير ينصحوا يشربوا قهوه. تماما. بتعمل بتزيد من افرازات الماده الحمضيه تبع المعده. الاشخاص اللي عندهم فتق او ارتجاع بالحمض كثير عندهم حموضه، بتزيد بحموضه المعده 100%. الاشخاص اللي عندهم قولون عصبي رجاء بعدوا عن القهوه قولا واحدا، لانه كثير بتزعجهم. القهوه الافراط فيها بيزيد بحفز من افراز نوعين من الهرمونات، هو الادرينالين والكورتيزول، وهدول الهرمونين بيزيدوا من حاله العصبيه والتوتر والشده، يعني بحطونا بمود ابدا غير لطيف. هو عم يشرب قهوه ليصحصح، بيقوم بيشرب قهوه بيعصب. تماما تماما. اذا اخذناها بالليل رح تصير عندنا ارق وقله نوم. انا كثير عندي هاي الحاله الا بالبكالوريا، اشرب ركوه قهوه ونام. كلنا وطبيعي الحاله النفسيه مو طبيعيه. القهوه هي اذا حدا يعني عنده مشاكل كلويه، الكليه هي عباره عن مصفايه، تمام، بتمرق هالدم اللي فيه البوله لحتى يتصفى وبالنهايه تنطرح الكبول. بترجع بتعيد امتصاص شو الجسم ناقصه، او لا بتقول لهم انه الجسم الدم فيه كفايه خليه ينطرحه بالبول. ولكن بتمنع اعاده امتصاص بعض المعادن مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك الافراط بالقهوه. هلا والنسكافيه فينا نقول نفسها نفسها نفس الشيء، يعني اذا لما نقول ثلاثه بواحد اثنين بواحد كله. انا ضدهم قولا واحدا. لكن عم نحكي قلبك عيونك ما عجبك لاحظت. انا لما بشرب قهوه بشرب ما بحبها. فالاشخاص اللي عندهم مشاكل بالكلى يعني نصيحه ما يكون عندهم افراط بالقهوه، فنجان لفنجانين بزياده. القهوة مدرة للبول صح؟ فبالتالي بتعمل عنا تجفاف، إذا عملت تجفاف خصوصا للصبايا وما عوضنا، لأنه كثير بسمع ونور بتتذكري في أشخاص أنت منهم ما بتحبي المي صح؟ لا بحبها كثير. بنسى أشرب شوي. تماما. فشو بصير؟ صار عنا تجفاف بالبشرة. كل شيء يعني تفاعلات كيميائية بالجسم بتخص عمل الأعضاء والهضم بده وسط مائي. فشو عملنا نحن؟ عطلنا هدول التفاعلات، عطلنا هدول الوظائف، زدنا نسبة الإدرار. تمام. صار عنا تجفاف بالبشرة، تعرضت بشرتنا ليصير فيها حبوب ومشاكل يعني غير جمالية. مشان شو؟ لأنه نحن صار عنا أفراط بالقهوة. صاروا 8 أو 9 لهلأ عديتهم. تمام. وخلص 8 أو 9 للأسف دكتورة، بس كتير كنا سعيدين بوجودك، وكل عام وأنت بألف خير، ودائما معك ما بينتهي الحديث، في معلومة جديدة ودائما في معلومة مفيدة. شكرا كثير لك. شكرا لك دكتورة، وينعاد عليك بكل الصحة والعافية، وإن شاء الله يا رب يكون كل اللي سمعنا قدر أنه هو يستفيد من هاي النصائح. الغاية منها هي أنه نضل نحن بخير وصحة ونمضي هالأيام ونحن مرتاحين. شكرا لك دكتورة. شكرا لك.